وضعنا واحد الصندوق ديال آليات التظلم وفقا يعني المنهجية ديال الوزارة، اللي تطلب ان اي يافع او يافعه اللي يتعرض لاي تظلم يعني تيحاول انه يرسل لنا واحد الرساله هنايا، وبطبيعه الحال تناخذوا الاجراءات اللازمه. وكما شفتوا الاخوان والاخوات المشاهدين الحادثه اللي كان وقعت في الجديده ديال البيدوفيل اللي نسب كل شيء، نسبوا المخيمات، ومع العلم ان لا علاقه هذاك الواقعه بالمخيمات، وفقط فعل شنيع من طرف واحد الشخص اللي اليوم خاصو يتعاقب على الفعل هذا. هو آلية التظلم، هي آلية التظلم، الآليات اللي خاصها تكون داخل المخيمات أو داخل الملتقيات. هذه الآليات هذه تعطي الحق ليافع أو ليافعة على أنه يعبر عن الرأي ديالو على أي تظلم شافوا داخل الملتقى. والواقعة زادتنا أكثر أننا نحثوا على هذه الآلية هذه، لأن هذه الواقعة هذه اللي وقعت هي نهائيا يعني لا سيطرة لها بالمخيمات الصيفية. هو واحد الشخص اللي دار واحد الرحلة ويعني ودار واحد الفعل اللي هو شنيع اللي خاص يعاقب عليه القانون، واللي ما خاصوش يمر مرور الكرام. الرحله اللي كانت هي خارج اطار نهائيه المخيم، هو ايضا هو تيقوم بهذه الرحلات، ما مره باش يقوم بهذه الرحلات وتمشي تشري واحد المنزل وتجيب هذوك الوليدات يعني. وهذه المساله لان المخيمات عندهم معايير وقوانين ديالو، المخيم هو بشراكه مع الوزاره، وما يمكنش اي جمعيه يعني تستافد منه، لانه كاين عرض وطني تخييم بشراكه مع جامعه الوطنيه تخييم، كاين ملف يعني الملف اللي تيكون هذا الملف تيدرس من طرف الجامعه ومن طرف الوزاره ايضا. اذا ماشي بالسهل، هذه كانت جمعيه رياضيه قامت برحله معينه واللي مارس فيها هو داك الشخص لهذوك الامور اللي غادي يمارس. هو هذا الفعل الشنيع ديال هذا الشخص هذا ما خصوش يمر مرور الكرام، خاصو اشد العقوبات، لان هذا الفعل هذا اللي دار هذا الشخص هذا خاصنا نعطيو به عبره مجموعه من الامور اللي الى وقعت مره اخرى، لان هذا الفعل لا صله له بالمخيمات. وهذا الفعل من طرف هذا الشخص هذا يعني خاص الضوابط ديال الجمعيات بحال هذا الشكل اللي تنظم هذه الرحلات تكون ضوابط اللي هي قانونيه، اللي ما تسمحش للجمعيات يعودوا يدي وليدات عباد الله وبنيات عباد الله اللي يديهم بحال هذه الرحلات وتكون الثقه تاع ديال الاباء انهم يسولوا وسولوا على الجمعيات الجاده والهادفة اللي هي فعلا القلب النابض ديال المخيمات، ماشي اي جمعية كما كانت.